مسيرة يوسف شعبان بنستكملها مع ضيفنا طارق الشناوي، وكنا بنتوقف عن الأدوار عند الأدوار المهمة جدا اللي خلته يتبرأ منها من كتر ما هي لغت باقي نجاحاته. أيوة. بتصور كمان إن الصعيدي ليوسف شعبان كانت محطة مهمة جدا. صح. الضوء الشارد، الوتد لأحمد أيوة. النحاس كمان أيوة. الوتد أيوة. مع هدى سلطان وابنها، العلاقة صح. كمان صح. دي حاجة طبعا يعني مش أي حد يعرف ينجح فيها ويوصل للجنوب، جنوب الصعيد، ويحبوه لأنه قدمهم بطريقة يعني معتدلة. ساعات أستاذ طارق بيبقى فيه يعني أنا زيادة عارف مبالغات كده. هو المبالغات هي مش معتدلة بقدر ما هي منطقية. 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 احنا تعودنا فعلا نيجي الصعيدة نعمل لهجة معينة. أيوة. بورسعيد يا بورسعيد بتاع حاجة صح. معينة فيخليهم وكان ظريف. مش شايفين نفسهم يعني بحس ان انت بتكذب بيبعد عن المسلسل ده. لكن يوسف شعبان كان عنده انغام عديده كممثل بالصوت وبالاحساس، فكان على طول يعني وجوده يسرق الكاميرا على طول لانه عنده امكانيات حركيه وصوتيه وتعبيريه مش متوفره للكثيرين. فعلا. والتوأمة بينه وبين التلفزيون، يعني التلفزيون بدا سنه 60 وهو مع التلفزيون، هو احد البنائين. الجيل ده يعتبر جيل بناء، مش مجرد انه اشتركوا في اعمال، لا هم اتولدوا مع ميديا جديده. التلفزيون بدا سنه 60 21 أيوة يوليو أيوة أيوة أيوة. وهما بداوا المشوار في نفس التاريخ. فبيبقى انت ما كنتش مجرد ممثل، لا انت كنت بتخترع، بتساهم في التاسيس ده والاختراع الفن. لان انت عارفه الميديا التلفزيون حتى مصور الدراما هي ميديا حديثه ومش عارفين هي مسرح ولا سينما ولا ايه الحكايه، فكل ده معناها انت كممثل بتخترع، مخرج بيخترع. بص حضرتك الفيديو احنا بنذيعه اهو جزء، بص العيون وطريقه تغيير ملامح وشه ازاي، يعني نساك اصلا يوسف شعبان بقى اللي انت شفته في حافظ، اللي سارق فلوس ولاد اخوه وشفته في المال والبنون، يعني بعدت عن ادواره الثانيه وصدقته هنا في الضوء الشارد. ده صح، ده صح طبعا. شكرا يا ابو امير. مجدي يا ابو امير. ها؟ مجدي يا ابو مجدي. اسف مجدي. مجدي مرتين اصدقائي. معلش قوي. لا ما هو اثنين اصدقائي. لا مجدي طبعا بيعمل شغل هايل في الدراما. رفيع يعني. بيه والحاج درويش ومسلسل عظيم بصراحه من كل الزوايا يعني. طيب استاذ طارق، يعني هنا وهبي السوالمي عفوا، استاذ طارق، المحطات الثانيه اللي فيها الشخصية الشريرة رافضة المبادئ ورافضة الأصول، مرمار مثلا، ده من أقوى الأدوار ليوسف شعبان. ومعاك شادية ويوسف بيك وهبي ونجيب محفوظ طبعا وكمال الشيخ. زي ما قلت لك كمال الشيخ كان من المؤمنين بموهبته. كويس. أصل هي المسألة إيه؟ إنك أنت بتعبر عن تفصيلة صغيرة قوي. أيوه. اللي بيجي مبادئه ده صوته مش عالي، مش ماسك سكينة. هو ما ده اللي رجعنا تاني ان هو ما كانش بيبالغ، هو كان بيقدمها بشكل عنده منطقي. عنده نعومه في التعبير طبعا، يحسب للمخرج انه فكر في يوسف شعبان اساسا، وكان انه حطه على التراك مظبوط هنا. حطه مظبوط، دور صعب جدا ما كانش ممكن حد يقدمه بالجمال ده، وخد اكثر من اشاده، ويعني هو سرق الكاميرا كمان في وجود عمالقه وبقى حديث الناس. شوفي هو قدر، ممكن اسمه ينزل رقم 3 رقم 4 مش شرط رقم 1. لكن ودي بقى درس مهم قوي. في ناس اول حاجه يعملها قبل التعاقد يقول لك اسمي فين. صح. وبتاع الاول التاني دلوقتي كتير جدا خصوصا قبل مسلسلات رمضان. لا هو ما عندوش الحته دي بتاريخه ده. ممكن انا التاني او التالت لكن اطلع الناس فاكراني، يعني معبود الجماهير يبقى الناس فاكره طبعا دوره يوسف هو شعبان اللي وقع مع اعلى نجمين في العالم العربي كله في مش في مصر بس، عبد الحليم وشادية. فمعناها ان هو كمان كان عنده ذكاء بيدير الموهبه. فضل لغايه السنه اللي احنا فيها دي، لغايه اللحظه دي من اكتر من اسبوعين مثلا، كان بيصور مسلسل ومتعاقد على مسلسلين. أيوة. فانت مطلوب كمان. هو كان يتنفس ابداعا يعني وكان الحقيقه طبعا مطلوب، بيتقبل النقد كمان. يعني عن تجربه. ازاي؟ طب ما تقول لنا. انا مره كان الموضوع بتاع عبد الحليم بتاع يوسف وهبي. كان فانا كتبت قلت في حاجات هو قال، ما معناها يوسف وهبي كان بيغضب بسبب الصحافه كانت بتشيد بيه اكتر. بقول كل دي
بتشيد بيوسف شعبان اكتر، كويس؟ قلت كل دي فيها جزء من الحقيقه، لكن لما بتتقال احيانا في تايمنج معين، في توقيت، زاد بعد رحيل الكبار اللي هم مش ياكدوا الواقع او يناقشوا الواقعه، بتبقى مش مع الفنان بس. فكلمني ساعتها في التليفون، ما كانش غاضب بقدر ما كان عاتب، وكان عتاب مشروع، كويس؟ حتى انا بعدها فكرت اكتب بس ما كتبتش، يعني فكرت اكتب بس قلت ربما وانا بكتب حاجه تغضبه او حاجه فبلاش. قلت خلاص احنا الصفينه، يعني في المكالمه قال لي وجهه نظره. طب كويس يا استاذ طارق، انا متهيألي نادرا لما حضرتك تعمل كده. لا لا لا، يعني نادرا لما تفكر في ان الحاجه دي ممكن تغضبه. لا لا، انا كنت انا ده هو عزيز عليك قوي يوسف شعبان. لا انا بقدره جدا، واتقابلنا في مهرجان اسكندريه في 2016، كان قبلها كان بيكرم في المهرجان، وبدا يقول طب انا فين الشغل. الحقيقه هو كان بيعتب، ايوه، بس انا اعرف الحقيقه انه عمق الحقيقه اللي كان بيتعرض عليه اعمال برضه، بس مش قد، ومش في الطموح، ومش في الاحساس، فكان بيرفضها. لكن عمره ما غاب عن خيال المخرجين ولا المنتجين، عمره.